نعلم جميعا أن هذه السنة تجري امتحانات البكالوريا في ظروف استثنائية نتيجة جائحة كوفيد 19، ولذلك فإن المديرية ومركز الامتحان اتخذوا جميع الإجراءات الاحترازية لتمر الامتحانات في ظروف عادية وطبيعية، وهكذا تم تعقيم القاعة، تعقيم جميع مرافق القاعة المغطاة، توفير الكمامات، توفير المواد الكحولية، توفير مواد النظافة، تعقيم تقريبا يمر أكثر من ثلاث مرات يوميا على جميع المرافق. رغم أن الامتحان يمر في قاعة كبيرة وقاعة مغطاة، فإن الامتحانات تمر في ظروف عادية، وتم تحسيس التلاميذ وتحسيس المترشحين جميعهم بالإجراءات الاحترازية لوضع الكمامة أو الواقي الوجهي الذي أخذوه بطبيعة الحال من مركز الامتحان، كذلك الاهتمام بتنظيف الأيادي كلما يعني في الدخول وكذلك في عند الخروج. والحمد لله الآن لحد الساعة فجميع المترشحين تفهموا هذه الوضعية، ووضعيتهم النفسية عالية جدا، ويجتازون الامتحان في ظروف عادية.